شيخ، هل صحيح أن الحنك، حنك المرأة ليس من الوجه، وأنه يجب عليها تغطيته إلى أسفل الفم كما يفعل الشيعة؟ الحنك، الحنك فيما أفهم هو من الوجه، وهل تعنيه أنت؟ هذا اللي تحت يعني تحت الفم، تحت أسفل، الشيعة يغطونه. الدقن، الدقن شيخ. الذي يعني تحت الشفة بحوالي 3 أصابع 4 أصابع. هنا أنا شيخ محمد. تقصد الذقن انت ولا ايه؟ ما اعرف والله اسمه، هذا اللي تحت الذقن ما اعرف اسمه، اللي تحت الشفة السفلى. طيب هذا هو الذقن، ما وراء الذقن فليس من الوجه، اما ما امامه فهو من الوجه. المرأة تغطي الحجاب في تحت الذقن، هذا ما يغطي يعني. ما وراء اللقن يغطى، ما أمامه مما يواجه الإنسان لا يغطى إلا إن شاءت. حديث لو آمنت بيهود لآمنت يهود.